السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى كاملين تكونوا على خير. اليوم غنديروا نفصلوا واحد الثوب ديال المبره او كنسميوه بالقطيفه. هاد المبره ديجا كنخدموا بها البيجامات ولا قفيتنا ديال الدار. هاد المبره كثيره، ها هي. اول حاجه كناخذ الثوب، بعدا يكون وافي باش جينا في العبار مزيانه، حيت هي ما غتفصلش التنكيس، غتفصل على اربعه. الا فصلنا التنكيس كتجي في الخياطه ديالها مكمشه من الجناب. اللهم كنفصلوها فصاله عاديه، يعني كناخذ الثوب 2.5 متر على العرض ديالو 1.5 متر. كناخذ الثوب كنخيط نطويو على اربعه كيف القاعده عادي، ضروري كنقادو كامل مزيان، كنتاكدو من هنايا، كنتاكدو من هاد البارتي هادي كامله بان ما عوجاش، باش ملي نجي نقفص نكون سالك الفصاله تكون مزيانه. وكنخلي هاد الحاشيه هادي خارجه بان سنتيم، حيت غنحيدوها ضروري. هاد الحاشيه كتقطع، ضروري قطعوها حيدوها، حتى هي الا خليناها وخيطناها الخياطه ديال الجنب، واخا تصلحيها ولا ديري اللي درتي، الا ما حيدتيش هاد الحاشيه، الا ما حيدتيش هادي الخياطه كتكمش، كتجي مكمشه، واخا تصلحيها ما كتجيش طايحه الخياطه ديالها. نبداو على بركه الله، بسم الله. اول حاجه كنحطوا الكتاف، العبار الكتاف ديالنا. بالنسبه للكتاف 40 سنتيم، وريناك الطريقه كيفاش كنشدو الكتاف من العظم. العظم كنديرو فيه 40 سنتيم، بالنسبه على جوج كتولي 20. هادي ما غنزيد لا سنتيم الخياطه لا والو، حيت المبره اصلا كتزاد، كنخليها 20 قد قد. ها هي كنجي كندير 8 سنتيم ديال الكتف، ومن 8 سنتيم ديال الكتف كننزل 2 سنتيم الدوره ديال العنق ديال لو. ناخذ السيلو باش يبان لكم، ها هي دوره العنق، دوره العنق 8 سنتيم، هبطت بجوج. هنايا عند الكتاف كنزل ب 4 سنتيم، هادو اول حاجه هما الكتاف حطيناهم. كنجيو للتركيز، التركيز كيف قاعده كنهبطو ديما ب 22 سنتيم، انا اغلبيه كنهبط ب 22 سنتيم. بالنسبه لشي وحده عامره كنهبط ب 24. هادي في الصاله ديالها عاديه كنهبط 22 سنتيم. كناخذ الربع ديالي، الربع ديالي عندها 28، وهذا الفصاله اللي غندير غتكون فيها البليه من القدام، واحد البليه ملي كان غنخيطها غنوريكم كيفاش كتجي في الخياطه. ديجا غتكون شفتوا الموديل في التصويره، يعني عندها 28 سنتيم، غنزيد 2 سنتيم ديال ديك البليه، هذيك 2 سنتيم هي اللي غنتنيها، يعني غتحيد في القياس ما غتكونش باينه. عندها 28 غنزيد 2 سنتيم غتولي 30 سنتيم. ها هي هذه 30 سنتيم. كنجي لهذا 22 كنقسمها على جوج هنايا، كندور التقويره ديالي، ديال التركيز عاديه كتجيني فيها 25 سنتيم، هو العبار اللي كنحط في التركيز، وها هي الربع حطيت لها 30 سنتيم. دابا غنهبط الحزام، الحزام غنهبط ب 14 سنتيم من النقطة ديال التركيز، غنهبط ب 14 سنتيم. هيا وغنحط هنايا حطينا 30، غنقص 2 سنتيم غنحط 28. صافي صافي. من بعد ما شدينا سميتو غنشدو الطول ديالنا ونحددو الطول. انا عندي 1.38 متر، غنزيد 3 سنتيم ديال التكفيفه 38، غنخليها 41 متر و41. انا طراسي على تحت، صافي الطول ديالنا عادي. كنجيو عند هاد النقطه اللي درنا فيها اللي خرجنا بالحزام، كنخرج بها نيشان عند الجليب، كنخرج بها مقاده، كنخرج بها كلها مقاده. صافي بهاد الطريقة نخرج كاملة مقادة.
من بعد ما قطعت البياسه ديالي جيت نوريكم لتحت، غنوريكم واحد باش ما كيبقاش واحد ديفو. هذاك المشكل ديال من الجناب كتجي طويله، كنجيو كان الطول ديالنا في الاخر في الجلي كان تقريبا في 38، نقسمو على جوج هاد النص، هادشي عدد النقطة هنايا راه تراسيتها وحال ديك النقولة هادي كنجيو عدد النص وكنطلعو بها تقريبا 3 سنتيم. هاهي هنا تنطلع 3 سنتيم، كنحيدها هادي كنحيدها. خرج بين قاعدة قطعت البياسة التحتانية مقطعتش بهاد الطريقة صافي. دابا مغتجيناش ديك التراجيلة من التحت. من بعد ما قطعتها كاملة ها هي، دابا غنرجعو للدرس ديالنا اللي هو ديال الكول. نحيد الدوفا ديال نحيد دوفا وحده ها هي ديال اللون صافي، هادي ما غنديرو فيها حتى حاجه. دابا غندوزو ديال القدام، هذا هو الاول. هكا غنحطو الكول ديالنا عادي، الكول اللي غنكون عادي غنهبط انا ب 10 سنتيم كل دايب، ما واسعش بزاف وفي نفس الوقت ماشي كبير، كنمشي بها تقريبا دايره. ناخذ السيلو احسن، تقريبا كنجي دايره. هذا الكول عادي، ولكن هذا الكول الا خليناه هكا ودرنا ديك البليه اللي غتجينا هنايا ما يمكن غيجيني مزير في الكول، غيجيني الكول مزير ما غيدخلش فيه الراس، يعني ضروري غنهبط تقريبا بواحد 7 سنتيم. هاد 7 سنتيم حتى لهنا وكندخل بجوج سنتيم، هاد جوج سنتيم راه ديجا زدت في الصدر، هاديك الزياده اللي زدت في الصدر هي الصدر عندها 28 وزدنا ولات عندها 30، هي هادي هادي غتخيط تقريبا كلها غتخيط. هاي انا غنشدها بالفنيس باش تبقى ليا باش نخيطها، غنوريها لكم في الماكينه. غنخرج بها مقاده في الخياطه، ما نخرجش بها هكا، غتخرج مقاده حدات هاد 7 سنتيم صافي. دابا غنقطع الكول ديالي عادي ونرجع لكم. وهذا انا ناخذ الطروفات لي شاتوليه هما اللي غنستعمل، ما نضيعش الثوب. اوكي نطراسيهم صافي. هذا هو التبطين ديال القدام، نقطعو من بعد بقى ليا التبطين ديال اللور. شي حاجه ما فيش الحاشيه شي احسن. شتي المشكله ديال المبره هذه باش نذكرها، المشكل ديال المبره الا مشيتي تخيطتي فصلتي بالتركيز هكا كيترولا، انت كيدير ترولا في الخدمه ديالو، يعني ضروري تشوفي تفصل عادي في الصاله ديالو عادي، ما خصوش يتفصل تنكيس صافي. انا كملت التبطين ديالي ديال اللور، هما هادو انا نقطعهم دابا. دابا التبطين ديالو القطع ديال القدام حتى هو
هذا التفتان ديال القدام. صافي دابا من بعد ما ساليت غندوز للكمام. بالنسبه لكم انا ديجا درت الدرس ديالكم. ها هو اول حاجه كناخذوا الطول ديالنا. عندها السيده عندها 56، انا غنحط 58 سنتيم، 2 سنتيم ديال التكفيفه. كنجيو لهنايا كنحطوا 22 سنتيم قاده، كنهبط ب 12 سنتيم. ها هي هبطت ب 12 سنتيم من هنا. كندخلوا هنايا تقريبا هنا قاده 4 سنتيم كتجي قاده، وهنا كندخل ب 3 سنتيم قاده وكنقطع. صافي كنحصل على التخاص ديالي. صافي من بعد ما كملت لكم ديالي انا غنمونطيها ونوريكم كيفاش كتجي في المونتاج. شكرا، ما تنساوش تتابعوني وديروا اشتراك ولايك، وشكرا ومرحبا بكم.